يعني حتى الحضارات القديمة الصينية مثلا لا 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 لا، اللغة العربية كلمة الله إذا جمعتها على بعض وقدموها للتحليل الجينومي تطلع رقم واحد. لو فتتوا ألف لام لام هي تطلع أربعة، لكن لما تبقى على بعضها الله تدي رقم واحد. لا طبعا إيه بس ده؟ كلام صعب منك. ولا أنا فاهمة، لكن شيء مش ممكن. إحنا فين من هذا يعني؟ أين نحن من هذا؟ ده في جامعة لندن وجامعة لندن فيها أستاذ مصري اسمه الشربين. جامعة الرياض استدعته وقعد هناك شهر يحدثهم عن هذا الموضوع. فيها أستاذ بريطاني أسلم بموجب الحقائق اللي بذكرها لسيادتك. لما تشوف أن الله تبقى واحد، لما تتفتت تبقى عدد، كلمة ألف لام ميم وألف لام راء عملوا عليها بحوث، احنا مش احنا تايهين فيها، مش يعني عارفين معناها. شرحوها لانه طبعا شرحوها، احنا شرحوها. مش عارفين احنا من زمان نقول لك دي حروف مقطعه، الله اعلم بتفسيرها. هم فسروها شيء مذهل. الف لام ميم اللي هي اول البقره، الف لام ميم والف لام راء وحاميم. هل يعني حضرتك على علم بالف لام ميم معناها ايه؟ لا ما انا يعني بقول لك فتتوها وحللوها بالجينوم وبالاسعه الضوئيه ومش عارفوا ايه وايه. كلام علمي بحت. وقدروا يوصلوا لحقائق مذهله تخدم اللغة العربية وتقدر وتقيم كل ما كتب عن اللغة العربية قديما، من أنها لغة أهل الجنة ولغة عظيمة ولغة مقدسة. كل هذا الكلام أثبتوه علميا. اللي احنا بنتكلم فيه في التراث مش تراث، أصبح حقائق علمية. يعني حضرتك قلت انه اللغه العربيه في الجانب الايمن. يعني اسف، ايه اهميه الجانب؟ هل الجانب الايمن اقوى مثلا من الجانب يعني الايسر ولا ايه؟ ممكن يثبت هذا، ممكن يثبت هذا. لكن انك تعرفي حقيقه علميه ان اللغه العربيه منفرده لوحدها في جانب واللغات في جانب اخر، دي شيء يعني لابد يكون وراه سر الهي. فهي عشان لغه القران ضروري ان يكون فيها جزء الهي، يعني ضروري يكون فيها سر الهي. طب يعني استقلالا عن حكايه الاستعمار وحاوله محاولته القضاء على اللغه العربيه عشان تفتيت الوطن العربي اللي هم محتلين واغلبوا يعني فر اكتسر كل ما يتفتت. ماشي، بس انا عايز اسال يعني دلوقتي كل العلوم الحديثه بتبقى بالانجليزي. ده تقاعس منا احنا. ما احنا في وقت من العصور الوسطى وفي القرون السابقه في الوسطى كانت العالم كله يضاء بالعلوم العربيه. في الطب كانوا عرب، في كذا في كذا في كذا. احنا اسس العلوم، وفي استاذ سوري قابلته في تركيا اداني ملزمه لاختراع العلم اللي منسوب الان للغرب. اساسه مين العربي اللي اخترعه الاول؟ كذا اختراع، ملزمه كامله كل المستحدثات والابتكارات العلميه الحديثه في الطب كان للعرب سبق اليها. يعني لما ارادوا ان ينشئوا مستشفى في عصر المأمون ويريدوا ان يختاروا انسب مكان لهذا المستشفى وضعوا قطعه من اللحم هنا وهنا وهنا، فالتي تفسد اولا لا تصلح المكان. تبقى بس مكان فكرة بسيطة. لا بس دي فكرة بقى مش عربية، دي فكرة فرعونية لو سمحت لي. طيب خلاص دكتور. والله لا يعني الفراعنة ما هم قريبين من الفراعنة اللي كانوا برضو بيقولوا بيكتشفوا الأرض الطاقة الإيجابية بتطلع فين ويبنوا معبد بالزبط. يبقى فيه الكهنة المصريين. طيب ده طبعا على العموم العرب ما قصروش يعني عملوا إبداعات رهيبة. الخوارزمي دكتور سيد كريم اللي عامل أبحاث عديدة في هذا الموضوع. والحروف الخوارزمي لما عمل الارقام والبتاع لحد دلوقتي اللوغاريتمات كلها مبنيه على اساس العالم الخوارزمي. وعظمه العلماء دول انهم ما كانوش مسلمين فقط، كانوا رعايا الدوله الاسلاميه. يعني كان منهم الفارسي وكان منهم كان يعني العلماء كلهم. اللي احنا بنعرفهم دول مش كلهم مش عرب. مش كلهم عرب. بخلي بالك. فدي برضه زي كيف. مين يعني حضرتك؟ يعني الخوارزمي ده من خوارزمي، يعني ما كانش من مش المنطقه العربيه. روسيا والكلام ده من المناطق، وابن سينا وغيره كلهم معظمهم من دول الاسلاميه التي دخلها الاسلام. اللي اعتنقوا الاسلام وابدعوا. وده برضه عظمه الاسلام انه كان دين علم ودين فكر، لان الاسلام كله زي ما شفت في الايات كلها بتحض على ان الا يتفكرون الا كذا، كلها بتحض على العلم.